البلدان تخرجوا كلش. لا هذه خلاص هذه ما تشدش هذه خلاص يا بون. سي بون. يا خويا ما تخلوناش برك في ستوك السلعه، ما تخلوناش في الفروع، خرجوا السلعه درك. وهنا ديروا لي بون. نعم. هنا كلش متراسي عندكم. معليش نشوف ياك. لحاف ميلو. بين التساؤل والطمأنة، هكذا كانت زيارة الوافد الجديد لقطاع التجارة سعيد جلاب لسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس أياما قبل الشهر الفضيل. أنا برك بغيت ندير اليوم جولة مع الصباح بكري هكا لسوق الكاليتوس برك باش نشوف تكون عندي نظرة، باش كل واحد يكون عنده نظرة كيف تكون إن شاء الله الحالة مع شهر رمضان. بون شفنا السلعة نشوفوا راه كاينة. بون براتيكمون سلعه كاينه، بون قالوا لنا باللي راهم يديروا لي سوش لي بري هادو كاع وفا كونترولي توسا. اسعار تسر الناظر يقدمها التجار للوزير، لكن بمجرد ذهاب الوزير قمنا بجوله استطلاعيه فراينا اسعارا مغايره وسلعه لا ترقى للتسميه. وزروديه شحالك؟ زروديه كاينه ب 25 كاينه ب 2000 2000 ها؟ 2000 2500 ايه والبطاطا؟ البطاطا 4130 كاينه ب 2000 فرنك وانا مش كاين. 2000 فرنك هذيك تاع 2000 فرنك بطاطا ايه المونتاتير اللي كنا عندها قال لك عندكم راه عندي 2500 انا نشوف ما في شي 4000 كي تجي الوزير كي تجي الوزير ما تقولوش 2000 صحنا ما كاش صاحبي صحنا ما كاش زروديا ويقول لك 1000 فرنك هي دير 4000 5000 هاي عند كارون تويت 5000 فرنك زروديا جو بريفا نهار كان لامبورتاسيون ولا هكذا الخوك تاع بلا 35 جمله شحال راح تبيعوا انت للزوال انا هكذا وجعتني الاستوما صاحبي في انتظار وعود الوزير برقمنة الأسواق الجزائرية ونشر أسعارها على الأنترنت إضافة إلى التعامل بالشيكات بعيدا عن الشكارة تظل أسواقنا جنة عند حضور كل مسؤول قبل أن تصير سعيرا مباشرة بعد مغادرته.